بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثالثة لبرنامج مايكروسوفت وورد 2016 الواجهة العربية. وقفنا المرة اللي فاتت في كتاب اللي اسمه إدراج عند سمارت أرت. نبدأ النهاردة من إدراج نروح لمخطط. فلما أدوس على إضافة مخطط هختار من هنا المخطط اللي يناسب فكرتي. فالمخطط الأولاني اسمه عمود، والشكل زي ما حضراتكم شايفين كده عمود عمودي متفاوت المسافات. توت الأشكال اللي قدامي فوق عمودي متفاوت المسافات، واللي بعديه مكدس، اللي بعديه مكدس بنسبة 100%، بعد كده عمودي ثلاثي الأبعاد متفاوت المسافات، وبعد كده عمودي مكدس ثلاثي الأبعاد، عمودي مكدس بنسبة 100% ثلاثي الأبعاد، والأخير عمودي ثلاثي الأبعاد. هنختار النموذج الأولاني اللي هو عمودي متفاوت المسافات. أدوس أوكي. مجرد إن أنا أدوس موافق لازم يتفتح معايا على طول برنامج الإكسل، برنامج الإكسل، وهبدأ أكتب هنا البيانات اللي أنا عايزها. ولازم حضرتك تبقى شايف الوورد اللي قدامك تحت، وكل اللي حضرتك بتكتبه هنا هيتطبق تحت في الوورد. وليكن ان احنا هنبدأ نكتب هنا اسماء، ونكتب هنا درجات الناس دي. لو كتبنا هنا اي اسماء راندوم كده عشوائية، ندى، وبعدين دوست انتر فنزلت للي بعديها، هلاقي على طول عندي كلمة ندى دي اتحولت الى هنا، بدل الفئة واحد بقت ندى. فئة رقم اتنين وهكتب فيها مثلا مي، انتر، احمد، انتر، علي، كل الفئات اتكتبت مكانها. اكتب مكان سلسلة واحد وليكن مثلا دوت الوورد، اسف، سهم يمين اكسل، سهم يمين باور بوينت، ونكتب بعض الارقام العشوائية. وليكن دي درجات من 5%، دي درجات بتاعت الأستاذة ندى والأستاذة مي والأستاذة أحمد والأستاذ أحمد والأستاذ علي، دي الدرجات بتاعتهم. ومجرد ما أنا هقفل الإكسل بقى عندي ده المخطط بتاعي. المخطط ده إحنا ما اخترناه من إدراج، واخترنا مخطط، واخترنا مخطط عمودي، واخترنا الشكل الأولاني اللي هو متفاوت المسافات. أول ما حضرتك بتختار المخطط بيتعمل له على طول فوق أدوات المخطط. ففي عندي تصميم وفي تنسيق. تصميم، ودي تخص التصميم الخاص بالمخطط ده. وعندي هنا أول حاجة في تصميم إضافة عنصر للمخطط. نشوف العناصر اللي موجودة في المخطط ده. فبيقول لي أول حاجة المحور، هل هو المحور دوت رأسي ولا أفقي؟ المحور رأسي ولا أفق؟ لو اخترت رأسي فشوف حضرتك الأرقام اللي عندك ديت، الأرقام اللي هي من 0 إلى 120 بتبقى رأسي أو أفق. تمام؟ طيب التاني عنوان أو عناوين المحاور اللي هي باوربوينت، إكسل، وورد. تمام؟ طيب أنا لو دوست كده على عنوان المخطط اللي هو مكتوب فوق عندي عنوان المخطط، أول حاجة لو دوست بلا فتشال خالص عنوان المخطط. المخطط الأعلى فبقى موجود عندي فوق المخطط يواكب متوسط، فهو ما بين المية والمية وعشرين. طيب أنا عايز أغير الاسم دوت، هقف كده وأشيل كل الكلام ده كله وأكتب بإيدي وليكن مثلا الموظف الرقم. دلوقتي بعد ما كتبت الموظف الرقم يبقى ده عنوان الايه
المخطط بتاعي، عنوان المخطط، عنوان المخطط بتاعنا بقى موجود اعلى المخطط ومكتوب فيه الموظف الرقم. تمام. جدول البيانات اللي هو جدول الاكسل اللي احنا كنا شغالين عليه. تمام. طب لو انا عايز اضيف ماده تانية غير المواد ديت، فانا لازم افتح الاكسل. منين؟ من تصميم تحرير البيانات، فهيفتح لي الاكسل. ممكن اقف هنا وابدا اكتب وليكن مثلا ويندوز، وهيبدا يدي للناس ديت درجات تانية، وبقت الدرجات بتاعتنا ديت بتاعه الويندوز، واقدر اغير في البيانات دي زي ما انا عايز، اكتب في البيانات دي زي ما انا عايز، وبعدين كده ضفت الايه الويندوز بلون الاصفر. طيب من عندي، من هنا عندي في تصميم اضافه مخطط عايز اكتب للناس دي الدرجات كل واحد، فعندي حاجه اسمها تسميات البيانات او تسميات البيانات. فعندي اول حاجه الاختيار اللي هو بلا توسيط، فالارقام بقت في نص المخطط، نهايه داخليه اللي هي نهايه كل شكل في الاخر، قاعده داخليه يعني في اول الايه المخطط، هنا نهايه خارجيه بره الاشكال. ولو اخترنا وسيله شرح البيانات اللي هو عامل زي الشات، لو اخترنا الشكل دوت كده وبقى عندي ده الشكل بتاعي. طب انا عايز اغير في الالوان، لو وقفت انا كده على الباوربوينت اقدر من هنا اختار اللون اللي انا عايزه، وليكن مثلا اللون دوت كده، بيغير ايه؟ بيغير لي كل الكولومز بتاعتي. تمام. طيب انا كنت عايز اختار لون واحد بس، تمام، لون واحد يخص الباوربوينت، فهقف كده وعندي من تنسيق تعبئة الشكل واختار اي شكل تاني، وليكن الباوربوينت باللون الاحمر. الاكسل اللي هو دوت هقف عليه واغير اللون واخليه باللون الاخضر. الوورد باللون الازرق، اختار ازرق غامق شوي. طيب الويندوز هختار له لون تاني. تمام. انا كده قدرت اضيف، اعمل مخطط واضيف له كل البيانات دي. طيب ممكن نضيف، نشتغل نعمل حاجة كمان، هقف هنا واضيف مخطط جديد من ادراج، واروح لمخطط واختار المرة دي مخطط دائري. تمام. الدائري عندي برضو بعض التنسيقات، فلو اخترت مثلا دائري مجوف او اخترت دائري او دائري ثلاثي الابعاد، اختار او ده شريطي او دوت دائرة مخطط، المخطط الدائري هختار دائري مجوف مثلا وليكن، واقول له موافق. كده انا غيرت الموظف الرئيس الرقم اللي كان عندي غيرته بالشكل ده. واحنا ممكن كنا نجيب دي منين اصلا؟ من تصميم وتغيير نوع المخطط، واختار مثلا عمودي واقول له موافق. انا هقف هنا بعيد خالص عشان ابدأ اضيف مخطط جديد، وهاجي من هنا واقول له ادراج مخطط دائري، هو ستيل على نفسه. فلو احنا فتحنا ملف جديد اخترت دوت، واضيف ادراج مخطط دائري، واختار دائري مجوف واقول له موافق، برضو نفس الكلام اهو متضاف عندي. طيب انا دلوقتي عايز مثلا اكتب هنا مبيعات الربع الاول والثاني والثالث والرابع، واكتب شوية ارقام كده. ونقدر نزود الأرقام ونغيرها. أنا كتبت البيانات ديت كده، الأرقام اللي قدامي كذلك الأمر. نقدر نقف هنا ونشتغل من تصميم، إن أنا أقدر أختار ألوان تانية غير اللي أنا شغال بيها ديت، أو أقدر أقف على اللون اللي أنا عايزه. مثلا لو وقفت على دوت ده الربع التاني، واختار له لون لوحده من تنسيق هنا وتعبئة الخط، اختار له مثلا اللون ده، وقفت على دوت
وقلت له من هنا تغيير، اخترنا لون تاني خالص. تمام، نقف هنا عندي تنسيق، نقدر نختار لو انا هكتب هنا جواه حاجة، وليكن مثلا نكتب جوه كل واحد حاجة، فهو يبقى عندي بالشكل دوت الكلام، تقدر تختار له التنسيق ده. تمام، ديت الايه المخططات. لو عايز اضيف بيانات تانية فهروح على تحرير البيانات، يفتح لي الاكسل مرة تانية، وليكن مثلا انا عايز اكتب هنا حاجة، ما ينفع الشكل اللي انت مختاره ما ينفعش يبقى كده، دوت شكل دائري 100%، ما ينفعش اضيف حاجة تانية، ما ينفعش اضيف حاجة تانية لان الشكل دوت ما ينفعش فيه الكلام دوت. انما زي ما شفنا في الاولاني اللي هو كان شكله عمودي كان ينفع، انما ده دائري عبارة عن 100%. تمام، 100%، فما ينفعش اضيف اشكال تانية. انما ينفع نكتب تحت المبيعات، بمعنى ان انا لو دوست تحرير كده وهاجي هنا وكتبت مثلا الربع الخامس، تمام، انما ما ينفعش زي ما قلنا اضيف مبيعات بعدها، ما ينفعش حاجه كمان، انما ينفع جوه الدايره دي اضيف فيها زي ما انا عايز. تمام، اقدر اضيف جوه دي، انما ما اضيفش، ما اقدرش اعمل حاجه تانية غير مبيعات، بدليل ان هو كتب لي مبيعات لوحده، كتب لي مبيعات في عنوان المخطط. لو جينا هنا وضفنا اضافه عنصر، فهبص الاقي عنوان المخطط، الاقي تسميات البيانات لو انا عايز اضيفها، يبقى هنا كل واحد، لان انا طبعا مختار النوع اللي انا مختاره اللي هو الاخير ده، لو اخترت الشكل دوت وقلت له موافق هتبقى بالشكل ده، وتقدر حضرتك تضيف التسميات بالشكل اللي انت عايزه، يعني ممكن نخليها كده بدون الشكل دوت، اقدر اضيف انا اشكال زي ما انا عايز. تمام، ده بالنسبة للمخطط بتاعنا. اقدر اضيف ايه تاني؟ احنا نقدر نضيف هنا، احنا عندنا كام صفحة؟ عندنا حوالي 8 صفحات. احنا عندنا الدوكيمنت بتاعنا اللي اسمه الموظف الرقمي او شهادة الموظف الرقمي، عبارة عن كام صفحة؟ عبارة عن 8 صفحات، مكتوب عندنا تحت الصفحة رقم 1 من 8، فعندي 8 صفحات. اقدر اضيف رأس وتسجيل، رأس وتسجيل، فدوس كده على رأس، وعندي هنا احجاد جاهزه تقدر تستخدمها، او اروح لتحرير الراس واقف كده، كده انا هبدا اضيف في الراس. اقدر اضيف ايه في الراس؟ طبعا زي ما حضراتكم شايفين بقى عندي حاجه اسمها ادوات الراس والتزييف، وهنا تقدر حضرتك تختار حاجات جاهزه زي التاريخ. لو دوست على التاريخ كده فعندي هنا شكل التاريخ، اقدر اختار نوع التقويم اللي انا عايزه، وليكن مثلا هجري، فبقى عندي النهاردة 8 شعبان، تمام، الأحد. ولو عايز تحديث يفضل عندي التحديث، ولو عايز الرقم دوت أو التاريخ دوت يبقى فيكسبل ثابت، فهشيل التحديث ده وأقول له موافق، فبقى عندي التاريخ هنا. لو وقفت هنا على اليمين وقفت كده عملت دبل كليك على اليمين، أقدر أضيف تاني حاجة تانية زي شهادة الموظف الرقمي، عنوان الإيه الوثيقة بتاعتي، منين؟ من الأجزاء السريعة، الأجزاء السريعة حقل، واختار من جوه حقل فايل نيم، فايل نيم، واقول له موافق، فبقى عندي ده اسمه الايه الموظف الرقم. اقدر اضيف ايه تاني؟ تعالوا ننتقل الى التسجيل، ممكن ندوس اغلاق وبعدين نروح للتسجيل، من ادراج تسجيل واقول له تحرير التسجيل، فبقى عندي هنا اسفل الصفحة، أسفل الصفحة نقدر نضيفه مثلا صورة، وليكن صورة، تمام، لو اخترنا صورة مثلا، وليكن مثلا صورة شبه ديت كده، وأقول له إدراج الصورة كبيرة، نقدر نتحكم فيها ونصغرها، صغر الصورة شوية كده، بقت الصورة عندنا بالشكل دوت، وقفنا في أي مكان جوه التصميم وقلنا إغلاق، بقت الصورة بالشكل ده، هتتكرر معانا في كل الصفحات. من إدراج نروح لتسجيل تحرير، ممكن نقف على اليمين دبل كليك على اليمين، ونقدر نكتب بيانات زي ما احنا عايزين، او ممكن نكتب الايه الويب سايت مثلا انت محتاجه، او عايز تكتب اي حاجه، تكتب اسم حضرتك، تقدر تضيف زي ما ضفت كده في الراس، تقدر تضيف
في التزيين. تمام؟ طيب انا دلوقتي لو عايز اشيلهم طبعا من ادراج وبروح على رأس ازالة، ولو رحت على تزييل ازالة ما بقاش عندي دلوقتي لا الرأس ولا التزييل. اقدر اضيف حاجة جديدة اسمها ايه؟ رقم الصفحات. دلوقتي اقدر اضيف في اعلى الصفحة او اسفل الصفحة. طب افرض انا كان عندي رأس وتزييل، لو كانوا الاثنين موجودين، لو ضفت انا اعلى الصفحة الارقام هتخفي الرأس، ولو ضفت اسفل الصفحة الارقام هتخفي التزييل. تمام؟ يبقى اقدر اضيف الارقام بتاعت الصفحة وليكن في اسفل الصفحة في النص كده، يبقى انا كده باستغنيت عن التزييل، استغنيت عن التزييل، مش عندي تزييل. طيب لو انا عايز كنت اضيف الرأس والتزييل وكمان ارقام الصفحات، ارقام الصفحات المرة دي بقى تقدر تضيفها في الهوامش يمين او شمال على فوق او تحت، او اختار الاشكال الموجودة ديت. هنا هبعد عن الرأس والتزييل، تمام، هبعد عن الرأس والتزييل، وليكن مثلا الشكل ده كده بقت هنا بعيدة هي عن الرأس، وكذلك الامر بعيدة عن التزييل. طيب من ادراج اقدر اضيف مربع نص. يعني ايه مربع نص؟ لو انا عايز اعمل هامش كده واكتب فيه حاجة على جنب، وليكن مثلا اختار اي شكل من دول، او ممكن انا ارسمه بايدي، انا عايز ارسم هنا بايدي، اختار مربع نص، تمام، وابدأ ارسم، واقف في اي مكان، مربع نص رسم، واقف كده واكتب، وليكن مثلا اي كلام، اي كلام نقدر نكتب زي الهامش. بقى عندي ده مربع النص بتاعي، تمام، وده بقى له ادوات رسمه زيه زي الشيب لما قلنا من ادراج شكل. فاحنا لو وقفنا هنا فبقى عندي ده الشكل، اقدر اختار الشكل اللي انا بكتب بيه الكلام اللي انا وقفت هنا في اي مكان، ما تقفش على كلمة، اقف على اي حد من حدود الشكل مثلا واختار كده، بقى ده شكل الكلام. هقف هنا وارفعه لفوق شوية كده في بقية الصفحة عشان اشوف بقية الباراجراف بتاعي. وبقى عندي دي كأنها في الهامش كده، تمام. ولو عايز تخلي له لون داخلي من تعبئة الشكل، وممكن نختار له شكل زي دوت مثلا. طبعا زي ما حضراتكم كنتوا شايفين من ادراج في حاجات جاهزة في مربع النص، احنا يعني ما اتكلمناش عن ده باستفاضة لان ده مش سؤال امتحان. كذلك الامر بالنسبة للاجزاء السريعة والوورد ارت احنا قلناها قبل كده. الكلام الاستهلالي دوت ده عبارة عن مثلا لو انا وقفت عند الباراجراف دوت اخترته كده وقلت له بعد اذنك الحرف الاول منه يكون بالشكل ده، اللي هو اول حرف في الايه في الباراجراف، وفر الوقت، تمام، بيبقى في الانجليش افضل بكتير. طيب ايه الحاجات اللي برضو اللي ممكن تجيلي في الامتحان اللي هي الرموز. لو وقفت كده مثلا وعايز اكتب بالانجليش مايكروسوفت، كتبت مايكروسوفت وعايز احط جنبها، اسف، عايز احط جنبها الرمز اللي هو الكوبي رايت، فاقف من هنا من رمز واختار الكوبي رايت، تمام. ممكن اكتب اي منتج نوكيا وجنبه من رمز كوبي رايت، تمام. اقدر اكتب اي حاجة وجنبها الرموز اللي هي زي كوبي رايت، تريد مارك، اقدر اضيف حرف الار. ولو انا محتاج رموز تانية اقدر اخش من رمز المزيد من الرموز وابدأ هنا اختار الفونت اللي انا عايزه او النسق اللي انا عايزه، اي نسق ممكن اجرب كده واشوف ايه الرموز اللي جواه. لو عجبني شكل من دول، في ناس بتحتاج الارقام بتكون بالشكل دوت
ومش بيبقى عارف تتكتب ازاي. وكل حاجة انت هتضيفها هيبقى عندك في الريسنت او الرموز اللي انت استخدمتها مؤخرا، وليكن مثلا نروح الحرف ال W اللي بيبقى فيه اكتر الرموز. لو جينا هنا نلاقي رموز كتير نقدر نستخدمها، ليكن مثلا الساعة الرملية دي واقول له ادراك، بقت موجودة عندي الرمز ده. تمام، يبقى كده قلنا القائمة، قائمة ادراك، قائمة تصميم. شفنا قبل كده واحنا في القائمة الرئيسية او الصفحة الرئيسية، لو انا اخترت فقرة قلنا بندوس عليها كليك شمال، فعندي انماط، انماط لو وقفت كده في اي مكان النمط اللي انت بتختاره ده بيتطبق على الباراجراف او الفقرة اللي انا اخترتها. انما لو جيت من تصميم، فانا عندي هنا تصميم نسق كتير جدا، اقدر اختار النسق الاول اللي هو السيمز، واختار اي نسق هيتطبق على كل الدوكيمنت، كل شهادة الموظف. لو دوسنا كده هيتطبق كل اللي انا اخترته ده، النسق اللي انا اخترته ده، على كل الايه الدوكيمنت بتاعتي او شهادة الموظف بتاعي. تمام، انا عندي هنا عنوان، وعندي هنا عنوان فرعي، وعندنا عنوان فرعي من العنوان الفرعي. فانا لو اخترت مثلا نسق معين وليكن زي دوت بيتطبق عليه كل الكلام ده. ولو اخترنا شكل زي دوت كده هتبص هتلاقي عندك هنا بتتغير. لو اخترنا الشكل دوت كذلك الامر، كل شكل من دول هتختاره هيتطبق على الباقي. هنا العنوان الفرعي بقى في النص، ولو اخترنا كده هنا العنوان الفرعي هيبقى على اليمين، وممكن حضرتك تغير في الالوان من هنا، وتقدر حضرتك تختار الخط اللي انت بتكتب بيه، وليكن مثلا نختار ده. تباعد ما بين الفقرات تقدر حضرتك تختار مضبوط، تقدر تختار تباعد ما بين الفقرات في كل الباراجرافات، في كل الباراجرافات، في كل الفقرات. تمام، نقدر نضيف علامة مائية. تمام، وليكن مثلا انا مش عاجباني ولا واحدة من دول، عايز اضيف علامة مائية، فهقول له ايه علامة مائية مخصصة، وهبدأ اكتب هنا جواها. تمام، هو بيقول لي هنا احنا بلا علامة، فهقول له نص العلامة، وبدل ما هكتب كلمة اصلي هكتب مثلا الموظف الرقم. كلمة الموظف الرقمي هتبقى بلون، اختار لون يبان، وممكن كمان اختار تنسيق. تعال نختار الديواني، ديواني، واقول له موافق، فتبقى بالشكل ديت، ده علامة مائية تبقى موجودة. تمام، حضرتك ممكن تستخدمها، وممكن حضرتك تخليها أغمق كمان، فمن علامة مائية مخصصة هشيل كلمة شبه شفاف، هدوس عليها كده واقول له موافق، بقت أغمق شوية. كذلك الأمر تقدر تضيف صورة لو حضرتك محتاج صورة، وممكن نعمل إزالة للعلامة المائية. لون الصفحة لو أنا عايز أغير الخلفية وأنا بعرض ديت، مش هيتطبع الكلام ده، وأنا بعرض ديت بس. تمام، وحدود الصفحة لو أنا عايز أختار إحاطة، وأختار الحد اللي أنا محتاجه حاجة من قدامي دولت كده مثلا، الأشكال اللي قدامي، وهيبقى دوت حد للشاشة. أو ممكن كمان حضرتك تختار تنسيق رسم من الرسومات اللي موجودة عندنا، وأقول له موافق، هتبقى بالشكل ده. كذلك الأمر ممكن تستغنى عنها إن هي تقول له بلا حدود، وأقول له موافق. طيب لو رحنا لتخطيط، من تخطيط أنا عندي أول سؤال هنا في الهامش أو الهوامش، عندي الهوامش يمين وشمال الصفحة وفوق وتحت الصفحة، فدست على هوامش فقال لي حضرتك الهوامش العلوية 2.54 سنتي، أي ما يعادل 1 إنش 1 بوصة، اعلى واسفل ويمين وشمال الدوكيمنت بتاعتي او الصفحه بتاعتي، يمين وشمال الهوامش بتاعتها على اليمين وعلى الشمال اكتر من
تقريبا 1.5 انش او 3.18 سنتي. كل ما هتغير في الهوامش دول كل ما حجم الصفحات عندك هيقل او يزيد. بمعنى لو دسنا على خواص على من هوامش على هوامش مخصصة اقدر انا اتحكم في الرقم ده، ان انا اقف هنا مثلا في اعلى وهخليه عبارة عن 1 انش 2.54، انا هخليه 0.5 انش اللي هو مثلا 1.27 سنتي. طيب لو دست هنا تاني هوامش مخصصة ده الاعلى، طب والاسفل يكون زيه 1.27 سنتي. يمين وشمال الشاشة كبير فنقدر نتحكم فيها ونخليها يمين وشمال الشاشة برضو 1.27 سنتي، والشمال كذلك الامر 1.27 سنتي. عدد الصفحات عندي بقى 5 صفحات، عدد الصفحات 5 صفحات. لو هنزل كده تحت خالص انا في الصفحة رقم 5. ليه؟ لان حضرتك قللت كذلك الامر، شفنا كده الايه المخطط اللي احنا كنا شغالين فيه، عرض الشاشة طول وعرض يمين وشمال الشاشة وفوق وتحت الهوامش اتغيرت. نقدر نرجع هنا ونخليها عادي بالشكل دوت وهيرجع عندي 7 صفحات زي ما كانوا، هيرجع عندي 7 صفحات بتوعي زي ما هم. يبقى من تخطيط اقدر اغير الهوامش. ايه تاني اقدر اعمله من تخطيط؟ اغير اتجاه الصفحة، اتجاه الصفحة كده عمودي، من اتجاه الصفحة كده بقى افقي. بورتريه ولانسكيب، بورتريه ولانسكيب كده عمودي بورتريه وكده افقي او لانسكيب. عندي حجم الصفحة، حجم الحقيقي للورق، حجم الحقيقي احنا عندنا الحجم اللي احنا متعرف عليه دوليا A4 اللي يساوي لتر اللي هو الحجم الامريكي. طيب لو انا اخترت مثلا A3 دي الورقة الحقيقية اللي بتبقى موجودة عندك في البرنت، الورقة الحقيقية اللي موجودة في البرنت، تمام. يبقى عندي من هنا الهوامش الاتجاه والحجم. طبعا دولت اسئلة امتحان، ايه الاعمدة دي؟ لو انا مختار الفقرة ديت اقدر احول الباراجراف دوت الى اكتر من كولوم او عمود، اقدر اخليها بالشكل ده كده بقت كلها يمين، او خليها 2 كده. ده باراجراف واحد، بدليل ان احنا لو وقفنا على كلمة الطريقة ديت ودوسنا 3 مرات اختار لي كل الباراجراف ده، تمام. قلنا المسافة البادئة لما اتكلمنا في الصفحة الرئيسية، وهنا الجزئية دي اتكلمنا عن الصور وعن الاشكال. براجع مش موجودة عندنا في منهج الموظف الرقمي ولا المراسلات. من مراجعة اقدر اعمل تدقيق املائي، وده موجود عندنا طبعا في المنهج الخاص بالموظف الرقمي. فلو دست على تدقيق املائي هيظهر هنا عندي اخطاء كتير. الاخطاء الخطأ الاولاني خطأ املائي، والخطأ الاملائي معناه ان انا كاتب الكلمة خطأ، الكلمة خطأ. بإمكانك طي، يعني إيه طي؟ الكلمة مش غلط، الكلمة هنا مش غلط، إنما حرف الياء في نقطتين تحتيه، فأقدر أعمل تغيير أو تجاهل، فأنا هعمل تغيير. الموظف الرقمي كذلك الأمر، حرف الياء تحت منه نقطتين، فأنا هعمل تغيير. هنا هو شايف ان في خطأ نحوي لان كلمة نظرك في مسافة زيادة، فاقول له تغيير. رجعنا تاني فوق خالص وقال لي ان تدقيق نحوي يعني معناها خطأ في الجرامر، عشان كده الخط اللي تحتيه ده باللون الازرق، فبيقول لي كلمة الانترنت مفيش مسافة ما بينها وما بين الواب. هنا لقى في تكرار، وده سؤال بيجي في الامتحان، يجي حضرتك يقول لك احذف الكلمات المكررة، عندما مكررة مرتين فأقول له حذف. كذلك الأمر عندما موظف الرقم هنعمل له تغيير. كده احنا قمنا بالإيه؟ بالتدقيق الإملائي. طيب عرض، طريقة عرض الورقة بتاعتنا، طريقة عرض الورقة بتاعتنا، احنا الطريقة اللي احنا بنعمل بيها دايما اللي هي طريقة تخطيط الطباعة. في طريقة اللي هي طريقة وضع القراءة، احنا عندنا خلي بال حضرتك احنا عندنا 7 ورقات، لما نختار كلمة
طريقة وضع القراءة عندنا الصفحات بتاعتنا تحولت إلى 12 صفحة، 12 صفحة. ونقدر هنا حضرتك عندك بعض الأدوات اللي أنت حضرتك ممكن تستخدمها، وحضرتك تقدر تعمل مثلا كأنك بتذاكر أو تقرأ الكلام كأنه موجود في شكل كتاب. أرجع تاني لشكل الورقة الحقيقية بتاعتي، من تحت هنا عندي في طريقة العرض أدوس كده مكتوب تخطيط الطباعة، هيرجع للشكل بتاعي. تخطيط الويب يعني شكل الورقة هيبقى إيه لو أنا رفعت الكلام ده على الإنترنت. مخطط تفصيلي، ودوت زي ما حضرتك شايف كل باراجراف، لو أنا دوست كده فده الباراجراف بالكامل، كل باراجراف جواه، آسف دي ده نقطة كاملة، كل جواها كل باراجراف قدامه نقطة، وأقدر أتحرك المستوى الأول والمستوى الثاني وهكذا. أرجع تاني للعرض وأروح للمسودة ده، وهنا الكلام كله بالشكل ده. طيب نرجع لتخطيط الطباعة اللي هو الشكل اللي احنا لما بنطبع هيبقى شكله مختلف، شكله كده لما نطبع. طيب نروح الملف، ومن قائمة ملف روحوا لملف، ومن قائمة ملف عند حضرتك أول حاجة جديد. من قائمة جديد أقدر أستخدم مستند فارغ، أو من قائمة ملف جديد وأقدر أستخدم أي مجلد إلا الفارغ ما عدا الفارغ، وأقول له إنشاء. من قائمة ملف أقدر أعمل حفظ، ومن حفظ أقدر أعمل حفظ لآخر أمر أنا عملته على مستند، وأنا على مستند ثلاثة لو أنا غيرت مثلا هنا الاسم وخليته خالد، وعملت من ملف حفظ، فأنا هحفظ الحاجة اللي أنا عملتها مؤخرا ديت، زائد ما دام دوت مش معمول له ده النيم يعني مش موجود له اسم، كأني بعمل حفظ باسم. طب حفظ باسم هدوس على استعراض، يعني هحفظ الملف ده في مكان جديد أو باسم جديد. السنة الثلاثة ده ممكن أسميه خالد وأقول له حفظ، فالمستند اللي اسمه خالد بقى موجود عندي، وممكن أغير مكانه من حفظ باسم وأروح براوس أو استعراض، وهنا أقدر أغير المكان اللي أنا هحفظه فيه وليكن مثلا نيو فولدر وأقول له حفظ. من قائمة ملف أقدر أدوس على جديد ونعمل ملف جديد، نقدر نعمل فتح فأدور على ملف جديد أنا كنت ملف أنا كنت شغال عليه ويتفتح لي على برنامج الوورد. من قائمة ملف أقدر أروح على طباعة، وهنا في الطباعة دي المكان اللي أنا بشوف بيه قبل ما أطبع، ده المكان اللي أنا هشوف أعمل معاينة أعمل بريفيو قبل ما أطبع، تمام. وهقدر أطبع كل الصفحات أو أطبع الحاجة اللي أنا محددها أو أعمل لها سيلكت، أو الصفحة الحالية اللي أنا فيها، أو أقدر أطبع بعض الصفحات. إحنا عندنا هنا عدد الصفحات 7، أقدر أطبع الصفحة 1 إلى 5، كده أنا هطبع من 1 إلى 5. طيب لو أنا عايز أطبع 1 و5 يبقى علامة الناقص دي معناها إلى، علامة كوما معناها و، كده من 1 إلى 5. طبعا طباعة على وجه واحد أو طباعة على الوجهين يعني دبل فيس، وهنا لو أنا هطبع أكتر من نسخة أقدر أخليهم مرتبة أو غير مرتبة، كذلك الأمر من اتجاه، اتجاه الصفحة عمودي أو أفقي، كذلك الأمر الورقة اللي أنا هطبع عليها حجمها يكون إيه. عدد الصفحات 7 دولت اقدر اطبعهم كلهم في ورقه حقيقيه، كلهم في ورقه حقيقيه. 7 صفحات او 8 صفحات بتوع الوورد يتطبقوا في ورقه حقيقيه واحده، تمام. من صفحه من هنا اقدر اعمل اعمل هيلب او تعليمات، ادوس على تعليمات واقدر هنا
لازم طبعا نكون متصلين بالانترنت واعمل سيرش او بحث او الورد يساعدني لو انا عايز اكتب حاجة او اعمل حاجة او اكتب مثلا امر معين امر الحفظ. فبرنامج الورد هيساعدني ويقول لي كل حاجة عن امر حفظ، نتائج حفظ، حفظ الملفات. طبعا في الامتحان هيجي يقول لي اختار باراجراف زي ده وتعمل امر كوبي اللي هو كليك يمين او كنترول سي، وارجع تاني على المجلد وادوس المستند، اسف، وادوس امر حفظ سيف او لاسك، فكده اضيف. ده سؤال خلي بال حضراتكم بيجي طبعا في الامتحان. طب خيارات، انا لو دوست على خيارات كده اول حاجة في خيارات عام اقدر اكتب هنا، لو دوست ديت هيشيل لي الشريط اللي لما بحدد كده، لو انا حددت ديت فبيظهر عندي مربع صغير زي ده كده، المربع دوت يظهر ويختفي من امر خيارات لو دوست ديت، لو شلت ديت. طيب لما انا بختار وببدا اختار تنسيقات معينه قبل ما بختارها بتبان هنا، ده اسمه تمكين المعاينه. طبعا اسم المستخدم حضرتك تقدر تغير اسم المستخدم، مثلا نقدر نكتب خالد، احمد، هيكون ده اسم المستخدم، وادوس موافق الملف هيبقى عندي بعد كده دوت خالد احمد هو صاحب الايه المستند. طبعا في عرض هنا شكل المستند بتاعنا، تدقيق لو انا هشوف التدقيق الاملائي، حفظ وده المكان اللي انا بحفظ فيه، وبيجي سؤال دايما هنا اغير المكان الافتراضي، هدوس على استعراض واقدر مثلا اخليها في دوكيمنت لتمس موافق. يبقى دلوقتي لما اعمل امر حفظ باسم استعراض لازم يوديني لدوكيمنت لتمس. اللغه والمكان دوت اللي من خلاله بختار هل انا شغال بواجهة عربية ولا واجهة انجليزية. خيارات متقدمة، وهنا شفنا نقدر نشوف كل حاجة من ديت. لما انا هشيل علامة الصح ايه اللي هيحصل عندي هنا، ولما اخلي مكان الصح ايه اللي يحصل. استبدال النص يعني لما بختار اكتب على طول ولا اعمل ديليت. لو شلت ديت يبقى لازم اعمل ديليت الاول قبل ما اكتب، تمام. وهنا في حاجة مهمة جدا اللي هي الارقام، نظام الأرقام، نظام الأرقام لو أنا اخترت عربية هيبقى مكتوب 1 2 3، لو اخترت هندية هيبقى مكتوب 1 2 3، لو اخترت نظام يبقى لما بدوس Alt وShift بيعمل لي عربي وإنجليزي، تمام. كده احنا خلصنا الوورد فيما يخص بالموظف الرقمي. إن شاء الله المحاضرة الجاية هتبقى امتحان نراجع فيه بعض الأسئلة الخاصة بالورد. السلام عليكم ورحمة الله.